جولة في غابة معمورة، طريق هذه لوطوروت ديال فاس طنجة الدار البيضاء، يدور هادشي على اليمين اللي غادي للدار البيضاء، يدور على اليمين قريب راهي واحد البلاكة وحدة أخرى ليه كتبين ليكم، هاديك هي اللي دور، ولكن هادي راه ديال طنجة فاس اللي غادي لفاس وطنجة. كيفما كتلاحظو راه الأسهم ديالها كاينين لتحت والآخرين الأسهم على اليمين. هادي هي غابة معمورة ديال طريق السيار. الشجر ديال معمورة غريب، شو الشجرة تبارك الله على شكل فيها ديزاين، داكشي ناضي عامرة بالناس اليوم، الحد عامرة بالناس صراحة. جيت انا للمعمورة ولقيت واحد ديدان ما عمري لاحظتهم صراحة، واحد شكيل واحد اخر ما عرفتهمش. هانتوما كاينين بزاف هالاخرى فين كاينه شي لاصق هاد المر. واو شو شحال شي غريب هادشي، ما عمري شفتو انا في معمورة. واو هادشي راه بزاف، انا في الاول كنت كنفهم ليها شوية. شو بدا شي الشمس هما كيتحركوها، ما عرفت شناهو هاد العجب هذا، ما عمري لاحظتهم صراحة. كنشوفهم ولكن ماشي بهاد الطريقة، وبزاف في أي بلاصة كاينين، في أي بلاصة أي بلاصة درتي كتلقاهم، فيهم زغب بزاف وشحال ديال الرجلين كما كتلاحظو. راه قرب فصل الربيع أو تاني الصيف، راه حنا في فصل الربيع تاني كنقول الصيف. هانتوما الناس راه خارجة كتفوج مع راساتها، كلشي ناشط كلشي وهداف. هاديك الديدان ساعة البلوط ما بقاش، هاديك الديدان كتير في اي شجرة مشي شي تلقاهم هاكا. شوف عاوتاني شوف اي شجرة كتلقاهم، اي شجرة مشي شي كتلقاهم. شوف 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 ماعرفتش مين جا هاد العجب هدا. المهم كيف ما كتلاحظو راه غابة عامرة بزاف، الكاميرا كتبقى دير الفلو. الحديدة اللهم بارك. الناس هنايا راه كتجي دير كاسكروط تغدا مع وليداتها مع العائلة وتمشي في حالاتها. هذا هو شجر البلوط، وهذا هاد الشوك هذا راهي واحد الاس اش بي كان غادا، راه الطريق تبارك الله عليها كتمشي. ضروري بنادم خصو يفوج شوية ويدور مع راساتو. البياسة اللهم باركة، الكاسكا ديما احترم القانون، الكاسك ديالك وريقات اسيرونس كلشي ديالك كيكون عندك، لا بغيتي تبقى غادي مرتاح. انت ما تسوريش على ود، حنا ما كنسوريوش على ود البوليس انهم يشدونا ولا شي حاجه، كنسوريو اسيوري على ود صحتك هي الاولى، عاد شوف شي حاجه اخرى. كيف ما كتلاحظوا معنا هاد الشجره هادي شوف في شكل اخر، سبحان الله مايله عندها جدع هنا وجدع لهي وباقا عايشه وباقي الورق خضر، باقي الورق خضر. شوف جدع كيفاش طالع، يعني هي دابا اللي شافها بحال هكا ومهرسه من النص وغدا بالدعاوي، وشوف باقي الورق كاين اللي خضر كاين اللي يابس، باقي داكشي كاين كاين فيها ما يدار، مازال تعطي والثمر ومازال تشوف كل شحال من واحد.
جلسوا هنا شي شويه خصنا الضليله. ايوا هادي هي غير باش معموره الناس كتفوج شويه ضروري، مره مره الناس خاصها تفوج تخرج وليداتها، راه الدار بزاف غير القنطاب بزاف ديال الحوايج كاينين. الشجرة زوينة واخا هكاك، شوف شحال كبيرة تبارك الله، وشوف هي راه من التحت مسكينة واكلة الدق، طالعة بواحد الشكل اللي القدرة الإلهية وصافي. راه انتوما كتشوفوا، شوفوا النص ديال ديالها من جدا مهرس ومازال كتثمر في جميع البلايص، ماشي زعما كاين هذاك النص ما تامراش فيه في هنايا. شوفوا قداش هاد الجهة هادي راه فيها شجرة، كاينة شجرة أخرى ولكن هي راه حتى هي. ها انتم شوفوا فين طالع، انا نطلع مع نيشان، راه كاين الورق خضر يعني باقا عايشه، راه ما ميتاش. ما عرفتش شنو وقع ليها ولكن كيتبان ليا هذه ماشي تا كبرات على الطاحت، كتبان ليا من صغره وهي هكا. لحقاش لحقاش كون كانت مهرسه وطايحه ما تكونش باقا كدير الورق خضر. هي راه باقا كدير الورق الخضر، راه قبيله قربت ليها وبان لكم الورق الخضر، يعني واخا هكاك راه باقا راه ما تعطي، راه ما دير بزاف ديال الحوايج. صراحة شن ندير راح هاد البلاصة هادي، خاصها شي شوية ديال الحوت وانت خير طلع لك الدم، هز موطورك سير للفاس ولا طنجه. كنا كانوا كيخليوك تمشي في لوطوروت، ولكن كان عليهم يديروا ممر خاص بالمطار. دابا الا خاصك باغي تمشي في لوطوروت خاصك بينيلي ولا شي واحد اللي بلاكه كبيره وبالبيرمي. هذا مكان ايوا كلشي فيه الخير، دقه 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 ودير كلشي كيلاش تزرب. والله لا جميله جميله، واخا هكاك معموره الطريحه فيها زوينه اكثر من في هاد الوقيته، ولكن ما خصكش دابا. شوف واحد خونا راه هو بواحد العود لي نبان لكم راه فين غادي، فهمتي؟ بنادم في هاد الوقيته هادي خاصو باللي هنا هادي هي وقيته معموره، ماشي حتى الصيف. الصيف راه كيبغي غير البحر، والصيف كيكونوا كيكون هنا الشمس بزاف معموره وكذا، يعني الصيف كيبغي البحر، كيبغي التخييم في شي بلاصه اللي بارده، ماشي بحال المعموره، ماشي بحال الغابات. غابات هي وقيته ديال الربيع كيكون داكشي زوين بزاف. بحال الوقيته هذه باقي ما دخلش الصيف مزيان، لانه كيجي يريح هنايا يستمتع شويه ويمشي لبلاصه اخرى ويعرف هنا وياكل هنا ويدور. المهم كيبدل داك الجو اللي فيه هو، هادشي اللي كاين. بنادم ولي مره مره يخرج ويدور ميبقاش غير محبوس في الحيوط وداك الشيء، ويدير شي حاجه ديالو، ما كاينش احسن ما دير شي حاجه ديالك. ايوا هذا الشيء اللي كاين. اللي بغى يجي للمعموره مرحبا. الموطور اللهم بارك. ميبه هذا بالنسبه للاخوان، نسيت ما قلتش لكم البخي ديالو وداك الشيء. هذا الاخوان خرجتو في ايامات كانوا المطر غاليين شويه، خرجتو بلا كاب لا والو، خرجتو بمليون وعشرين، مليون وعشرين 11000 درهم باش خرجتو صافي. ودرت له البلاكاب ب 200 درهم، قلت تقام عليا بكل شيء ديالو وداك الشيء، تقام عليا بشي 25000 ريال، مليون و 25000 ريال عفوا، مليون و 25000 ريال. اللهم بارك راه خدام به، المهم مزيان عادي، ما عمرو دار لي الاونبان ولا شي حاجه. مره مره دور به، راه كل 1000 كيلومتر كنبدل له الفيدونج. المره الجايه ندير لكم طريقه كيفاش كيبدلوا الفيدونج ان شاء الله، كنبدلوها راسي انا، كلشي كنصاوبو. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين الاخوان. كنا معكم من غابه معموره،
نستودعكم الله، تهلاو في راسكم، الى اللقاء. خليكم مع هذا الفيديو هذا، شنو ربيع شحال زوين الشيء، واعر واعر، راه كاين الهوا ما كاينش على البرده. يا للاخوان تهلاو في راسكم، الله يعاونكم، شكرا بزاف.